فتحة غطاء القلم الجاف. ربما لا يعرف الكثيرون أن تلك الفتحة أنقذت حياة الكثير من الأطفال، وكما هو معروف يبتلع الأطفال أي شيء في السنوات الأولى من حياتهم، ومن ضمن تلك الأشياء أغطية أقلام الحبر الجاف. لذلك صممت شركات الأقلام أغطية أقلامها بفتحة حتى تضمن دخول الهواء إلى الرئتين في حال ابتلع أحد الأطفال غطاء القلم.